من أكثر ما يؤرق أبناء الطبقة المتوسطة في مصر هي فكرة التقاعد أو الخروج للمعاش. طبيعي إن اللي بيوصل سن المعاش بيكون محتاج يرتاح بعد سنين طويلة من الشقة، لكن يرتاح إزاي بتلت أو ربع مرتبه؟ كلنا عارفين إن المعاشات عبء كبير على الموازنة العامة، وإن الحكومة الحالية في الملف ده تحديداً بتدفع أخطاء حكومات سابقة. بس برضو صعب قوي لما يكون مدير عام أو وكيل وزارة ورب أسرة بياخد 7-8-10 آلاف جنيه بالحوافز، وفجأة يخرج معاش ويلاقي نفسه مضطر إنه يصرف ويفتح بيته ب2000 أو ب3000 جنيه بس. الرعب اللي بيطارد الطبقة الوسطى إن أنا معاشي ربع مرتبي، هل ده من ضمن نقاط الضعف الشديدة في حياة الطبقة الوسطى؟ معروف إنه لما اللي بيكون الإنسان في الخدمة أو في الوظيفة عطاؤه بيبقى أكتر فالمقابل أكتر، وثمة رأي آخر بيقول إن المواطن في الوقت ده بيبقى محتاج للإنفاق أكتر لأنه لسه بشبابه ولسه عنده مسؤوليات في حياته، لكن بعد ما بيوصل للتقاعد بيكون غالباً التزاماته أقل. لكن في مجتمعاتنا ممكن يبقى العكس، إنه الإنسان مضطر إنه يجوز أولاده، مضطر إنه هو يبقى مريض فيصرف أكتر على العلاج. أنا باعتقادي إنها معضلة، لكن اللي بيحسم هذا الأمر مسألة الإمكانات المتاحة، وأظن أن الدولة ليس لديها أي مانع على الإطلاق في توفير كل الإمكانيات المطلوبة، غير أنها دائما محكومة باعتبارات الميزانية، باعتبارات الإمكانيات الاقتصادية، هل هي تؤهل لذلك أم لا؟ هو المعاش ده واحد كان بياخد له كذا، يطلع يلاقي المعاش 300-400 جنيه يعملوا إيه؟ يعني المسألة وصل حد الأدنى 1200 تقريبا وهيترفع ل 1400. طيب ما بدل ما يترفع حتى ل 1400 في ضوء الأسعار اللي هي اللي احنا شايفينها واللي عمالة تزيد، ممكن آخرها سعر رغيف العيش، هتلاقي المسألة ما فيهاش أي رعاية. بعضهم لما بيطلع معاش بيبقى يعني بعضهم بيبحث عن عمل، المفروض الشخص لما بيكمل 60 سنة بيبقى بقى شخص يعني بقى مقدر ومحترم و ما يبقاش يبدأ حركة معاناة جديدة بعد سن 60. المأساة في الناس اللي بتاخد مرتبات عالية، ده لما يطلع معاش ويقوم نازل من 20 أو 30 أو 40 ألف جنيه ويقوم نازل مرة واحدة ل 1800 جنيه ولا 2000 جنيه مرتب معاش، ده بيحصل له انهيار لو هو ما عندوش أصول تانية تصرف عليه. ده بيعيش في مأساة. لكن الموظف الصغير اللي بيطلع صغير في رتبته بياخد ايه؟ بيبقى باخد 3000 4000 3000 ونص، لما ينزلوا ال 1800 ما فرقتش معاك، فرقت معاه لكن ما فرقتش معاه كويس كتير قوي. بتمنى ان كل الجهاز الاداري في مصر يطلع المعاش، بس لما يخرج على المعاش ما نحصرهوش على حياته، نديله مرتب يعيشه ونضمن له علاج آمن ونجيب أولاد صغيرين مكانهم يشتغلوا. لو الطعام هو غذاء البطون فهناك غذاء آخر مهم جدا للطبقة المتوسطة وهو غذاء العقول. الطبقة دي هي اللي كانت زمان بتروح المسرح والسينما والأوبرا والمكتبات، واللي دلوقت بتفكر 1000 مرة قبل ما تخطط لخروجة نهاية الأسبوع، واللي غالبا بترسى على أكلة حلوة ورخيصة ومبقاش فيها ثقافة وفنون زي زمان، لاعتبارات اقتصادية والمتغيرات تانية كتير. حتى المصيف مبقاش متاح بتكاليف منخفضة زي زمان أيام ما كانت الأسرة بتقضي شهور الصيف كلها خارج القاهرة. هل الطبقة لسه الوسطى لسه ليها نفس الاهتمامات أوبرا وأم كلثوم وما شابه، ولا حتى الحاجات دي بقت تمثل عبء مادي عليها؟ لا، ولكن العين بصيرة واليد قصيرة كما يقول المثل. يعني عشان يروح حفلة من حفلات موجود البنية بتاعت دار الأوبرا ومعقولة يعني إلى حد ما في المتولى، لكن بنتكلم على الحفلات العامة في الكتب كمصدر من مصادر الثقافة، أسعار الكتب بقت يعني فوق الاحتمال. المسرح والسينما هي أدوات تشكيل الوجدان الجمعي، يعني للأفراد والوجدان الجمعي في نفس الوقت. إذا دمر ما تقدمه هذه الفنون بيطلع عندك مواطن يعني أعزل من أي قيم رفيعة. الأنشطة الترفيهية ذات الطابع الثقافي لدى الطبقة الوسطى كانت تقليد أساسي لدى هذه الطبقة. يعني كان زمان ممكن يروح الأوبرا يبقى من الطبقة الوسطى وعنده متسع من المال والوقت إن هو يروح حفلة في الأوبرا،
انه يحضر حفلات ام كلثوم، انه حفلات الموسيقى العربيه، ده كان متاح، الظروف الماديه كانت بتسمح بده، وكان عنده اهتمام وكان يتوق الى هذا الامر على اعتبار انه متعلم ومثقف، فكان بيشبع رغبة لديه. قبل ظهور السوشيال ميديا أصبحت هناك كوابح اقتصادية، لأنه الميزانية لرجل الطبقة الوسطى رب الأسرة لا تسمح بمثل هذه الرفاهية، أنه تذكرة السينما أو تذكرة المسرح بقت مرتفعة للغاية، فأصبح فيه أولويات، هناك إعادة ترتيب الأولويات التي حرمت الطبقة الوسطى من مثل هذه الأمور. زمان في الخمسينيات والستينيات فكرة المصيف دي كانت أساسية، صحيح ما كانش في الساحل الشمالي، كان في راس البر وكان في بعض المصايف الأخرى واسكندرية، لكن الآن أصبح الضغط الاقتصادي ربما يحرم أبناء الطبقة الوسطى من هذا الأمر. فالكابح الأول هو كابح اقتصادي، ثم كابح آخر هو الكابح الثقافي، إنه تراجعت الاهتمامات الثقافية لدى أبناء الطبقة الوسطى أو شرائح من الطبقة الوسطى، لأنه المتغير الثقافي لم يعد معياراً لتصنيف الطبقات في مصر. زمان زي ما احنا كنا بنقول بيحضر حفلة أم كلثوم أو بيحضر مسرح كان متاح للطبقة الوسطى، وكان بيروح بأشيك بدلة وخلافه، لأن الأمر ده كان في متناول الجميع. النهاردة هيروح يشتري بدلة بكام؟ ده البدلة النهاردة بتفوق مرتبه الشهري كامل. أنا في المنطقة اللي هي فوق خط الفقر وعايز أروح للسور المحيط بالطبقة المتوسطة مش عارف، وبالتالي أروح مسرح إزاي وأنا عندي أولادي عايزين يتعلموا، أروح مسرح إزاي وأنا عندي أولادي عايزين يأكلوا ويشربوا ويتعالجوا ويركبوا مواصلات ويروحوا مدارس يعني الأمور بقت معقدة جدا وتحتاج توظيف هذه الطبقة وبسرعة، بدل ما اشتغل في التاكسي اشتغل في التنمية. التغيرات اللي حصلت في مصر بعد 1975 وطالع، والمد الديني اللي حصل والمد السلفي اللي تجذر وتربع في المجتمع، وسيطرت جماعات الإخوان وجماعات وبعض الجماعات السلفية المتطرفة على المجتمع من أسفل، أدى إلى تغير هذه المنظومة. سفر طبعا إلى الخارج وحمل ثقافات جاية من بره، بهياش يعني داخل في مخه حاجات متصلة بالتدين وكده أكتر، فبدأ يبقى فيه شكل الحقل الديني بدأ يتمدد وينتصر على الحقل الثقافي.